الركن الأول من أركان الإيمان. أن تؤمن بالله. كيف تؤمن بالله؟ تؤمن بتوحيد الربوبية. وتؤمن بتوحيد الألوهية. وتؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. وتؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولا تنكر وجود الله. ما الأدلة على وجود الله؟ كثير أدلة كثيرة لا تنتهي على وجود الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة. أدلة عقلية وأدلة حسية محسوس ملموس يعني ترى بعينك مثلا ودليل الفطرة ودليل الشرع الكتاب والسنة. الأول العقل. لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. الآن مثلا هذا الأخ يشتري سيارة مرسيدس مثلا موديل هذه السنة وهذا الأخ يركب معه ينظر إلى التقدم يعني التطور في هذه السيارة فهذا يقول لصاحب السيارة يقول هذه السيارة الشركة المصنعة لهذه السيارة شركة متقنة جيدة ممتازة يقول شركة ممتازة جيدة شركة أو يعني شركة مرسيدس مثلا نعم كيف عرف هذا أن الشركة شركة جيدة بالنظر في السيارة كيف أنت تنظر في هذا الخلق البديع لا تثبت أن لله أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى الثاني من الأدلة على وجود الله الحس ما هو الحس يقع لإنسان مصيبة أو ابتلاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويجد بعض الدعاء هذه المصيبة تنفرج ما الدليل؟ هذا دليل على وجود الله أنه يستجيب الدعاء قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فنزل الغيث نزل المطر الثالث من الأدلة على وجود الله الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فهو مفطور ومخلوق على إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا شريك له الرابع من الأدلة على وجود الله الأدلة من الكتاب والسنة الرابع من الأدلة على وجود الله الأدلة من الكتاب والسنة